لكم وحدة وشوفوها طبعا شلون شكلها. صمونة عراقية 100%. شوفوا عيني الطراوة اللي بيها طبعا مو طبيعية والله العظيم. حلوة هيك لينة لينة، لا يابسة ولا صايرة مثل الجلد ولا شي. شوفوها باعوا، شوفوا كلها مستوية باعوا. يعني شكرا حبابي، شلون صح الأحوال، إن شاء الله كله بخير وتمام والعافية. اليوم راح جبت لكم وصفة الصمون العراقي، طبعا بعد طلبات كثيرة منهم إياه. أنا طبعا قدمتها سابقا بقناتي، إذا تحبون يعني تزورون قناتي، عندي هواي وصفات مو 100%، أقول لكم مليون مليون بالمية ناجحة وكلش كلش كلش طيبة، بحيث إذا سويتوها على طريقتي أنا متأكدة بعد راح يصيرون أسطوات. يعني آخر شيء تفتحوا لكم أفران. المهم حبايبي راح نجي إياكم على المقادير إن شاء الله، مقاديرها كلش سهلة وما تحتاج مواد كثيرة، وعندي طبعا كثير الملاحظات لازم يعني تسمعونها حتى يطلع عندكم الصمون ناجح 100%. زين عيني، بداية هسه اول شيء شوفوا عيني طحين صفر كيلو واحد من الطحين، واخذ ملعقة كبيرة من الخميرة، انا استخدم هاي النوعية كلش كلش زينة، واخذ ملعقة كبيرة من السكر هذه، وملعقة كبيرة من الملح، وهنا أنا راح أضيف الإضافة هاي طبعا أضيفها، لأنه إحنا يعني أفران بالبيت ما عندنا أفران كبيرة، يعني حرارة الأفران بالبيت أكيد تختلف عن حالة تكون تختلف، فنضيف لذلك راح أضيف لهم ربع كوب من الزيت. الغاية من إضافة الزيت حتى ينطي طراوة أكثر للصمون وتطلع عندكم صمون بالبيت يختلف عن أفران الصمون الخارجية، لذلك استخدم الزيت بها. المهم حبايبي هسه نبدياكم بالطريقة وخويا المتابعة. هذا نوع الطحين كل الزينة، إذا بالنسبة للمتابعيني في بلجيكا أو في أوروبا كاملة، يعني هذا تاخذونه من محلات الليدل متوفر كلش زينة. إذا ماكو عندكم عجانة ممكن كلش ممكن يعني تستخدمون يدكم عادي يعني بالعجن. هسه بداية راح آخذ الخميرة. شوفوا عيني هذا كيس واحد طلعته من الباكيت، هاي النوعية طبعا بخمس أكياس، كل كيس واحد يكون تقريبا ملعقة كبيرة، فاني أضيفهم على كيل واحد. أخلي السكر إلها ملعقة كبيرة من السكر، الغاية من إضافة السكر حتى يعطي تفاعل أكثر للخميرة. وهنا راح أضيف ملعقة كبيرة من الملح. راح أخذ المي، المي هنا يكون مي فاتر، يعني لا تخلوه مي بارد ولا حار كلش، لأن إذا حار حيل يعني راح يقتل عندكم الخميرة، فتخلوه فاتر يعني بيدفو لكن مو كلش قوي يعني حرارته. زين يعني حتى على مود سهل عندكم اختمار العجينة. بس راح اخذ 3 أكواب من المي، اضيفهم كليتهم، نبدا نشغل. بسم الله. طبعا انا شغلته على رقم 2، بداية اخليه على رقم 2 يعني رقم يعني واحد مستمر، بعدين راح هسه شوية ازيد خليته على رقم 3. وهنا ضفت 4 كوب من الزيت، طبعا أنا صورتها اللقطة بس ما كنت أعرف الكاميرا متوقفة عندي عن التصوير، فلذلك ذكرتها لكم بدون ما يعني أبينكم تصويرها. عجنتها بالماكينة تقريبا 4 دقائق، هسه راح هنا عجنها مرة ثانية، ألم بالطحين شوية زين عيني حتى على مود أقطعها. مثل ما تلاحظون راح اسويها على شكل اسطواني، وبعدين اقطعهم 13 قطعة، يعني تصير الكيلو من عندها 13 صمونة. هنا ايش راح اسوي طبعا حتى على مود تكون عندي القطع كلها متساوية، فيعني ما يصير اخلي وحدة كبيرة وحدة صغيرة، اخذ من القطع الكبار اخذ شوية اضيف على القطع الصغار حتى يصير يعني كلها متساويات نفس الحجم. هسه راح اوخر الطحين من يم الطاولة اللي افتح عليها على مود أبرمهم، هاي الخطوة هنا يسموها بالفستقة. ما بعد الخبازين يسموها فستقة بس ما أعرف هم اسمها هيك. زين عيني، فأوخر الطحين من يمها على مود يعني تقدرون تفتحوها بشكل صحيح، إذا كان أكو طحين جواها ما راح تنفتح يعني عندكم بشكل يعني سهل راح تزحلق، فأوخر الطحين وأفتحهم على شكل الفستقة. زين عيني، والطحين ما اضيفه عليها بعد ما اكمل ذني كليتهم بهذا الشكل، اخلي الطحين جواهم حتى ما يتلزقون. اني انطيكم هاي الملاحظات حتى من تطبقون الوصفة راح تكون عندكم ناجحة مثل ما اني تنجح عندي راح تنجح عندكم ان شاء الله. بس تشوفون عيني شلون اخلط الطحين وافتحهم،
ابرمهم يعني هيجي، البرم مالتهم كل سهل، اخذ بس يعني نهاية من الاطراف وابرمها، يعني اضغط عليها وابرمها، يعني دا اكرر لكم عدة مرات حتى على مود شنو تعرفون طريقتها، ويعني تكون عندكم بشكل صحيح. وهنا بعد ما كملتهم هذا الشكل راح اغطيهم، اتركهم تقريبا مدة 5 دقائق مو اكثر، 5، اغطيهم يفتحون شوية حتى بعد ذلك راح اقدر ادقهم، يعني الشكل النهائي اسويه بالاخير. هسه بعدكم 5 دقائق راح عندي اخذ هذا التشرشف، يعني قطعة قماش تكون نظيفة خاصة اخليه بس للصمام. هنا نغطيهم تقريبا تبقى نص ساعة أو 35 دقيقة ترتاح على مود تصير يعني كلش زين عندكم الصمون، لازم ترتاح. وقبل ما أخبزها قد ربع ساعة، يعني أخلي الفرن معلوق على ربع ساعة على درجة 250، أعلى درجة عندكم خلوه. وهنا راح أبين لكم تفصيل عن كيفية تشغيل الفرن. بالبداية راح أشغله على يعني الفوق والجوة، أخليهم سوا يشتغلون وعلى درجة 250 أعلى درجة يعني تكون، والصينية تكون أكيد داخل الفرن، وتكون الصينية جدا جدا قريبة على السلك الكهربائي، يعني بالعين الفوق تكون كلش قريبة بالبداية عليها لمدة ربع ساعة تشتغل. بعد ذلك بعد مرور ربع ساعة راح أخلي بس على الفوق، يعني أشغل الجو أطفي العفو، وأشغل بس الفوق بدي أشوفون إيش قد يعني صار كلش حار. خليته تقريب 20 دقيقة، كل ما زيدتوا الفترة أكثر راح يكون أحسن. فهسه أنا خليته بس على الفوق والجو طفيته، والصينية راح أنزلها درجة واحدة مو أكثر، بحيث الصينية تكون كلش كلش قريبة على الفوق، بس يعني مو كلش اطخ بيها حتى ما يحترق عندكم الصمون، تكون درجة يعني نازلة عن السلك الكهربائي. راح اشتغل بس على الفوق والجو راح اطفي، وهنا راح ابين لكم يعني المادة اللي نرطي بها وجه الصمون حتى يكون بها لون حلو وذهبي ولامع، يعني هيك تكون بها لمعة. راح اخذ ملعقة كبيرة من الطحين واضيف لها كوب واحد من المي، واطبخهم على نار تقريبا دقيقة، اقل دقيقة راح اصير عندي جاهزة، يكون يعني القوام مالته تقريبا مثل المحلبي بس اخف من المحلبي. وهنا لازم تنتبهون شلون ترفعون الصمونة حتى يعني ما تتكسر عندكم، بس تتحرك شوية تعقد شكلها راح ما تنفش وما تنفخ من تخبزوها. هنا هاي المادة اللي طبختهم هسه راح اضيفها يعني طلاء للوجه، واضيف لها قليل من السمسم اذا حبيتوا سمسم او بدونه ممكن. يعني عدلكم اياها مرة ثانية، هاي التختة اي واحد طبعا اكيد عندكم تختات خشبية من هذا الشكل، اخليها شوية طحين بيها حتى على ما تتلزق عندكم هذه القطع الصمون او العجين، وراح اضيف لها هاي المادة اللي سويناها اطلي بيها الوجه حتى يصير شكلها حلو، قليل رشة قليلة من السمسم. وهسه هنا راح ابين لكم وحده، افتح لكم اياها قدامكم حتى تشوفوها شلون مستويه. طبعا اكو بنات سالوني قالوا يعني الظهر مالته هو يستوي او لا، طبعا اكيد يستوي بنات، شوفوا هو صح اللون مالته ابيض لكن مستوي، شوفوا عيني كلهن هذا ابيض بس مستوي، يكون مستوي يعني حتى الصمون احنا نشتري من الافران الظهر يكون ابيض ما يكون اسمر زين، لكن مستوي لان حرارة الصينية كلش حارة يعني
أنا مو حميتها الصينية تقريبا بال 20 دقيقة أكثر أني أحمي بيها حتى أن صارت يعني كلش حارة، بحيث أساسا يستوي عندي الظهر، فيبقى عندي بس الفوق أني عالقة أبقى يعني الفوق مشتغل حتى على مود شوية ينطي هذا اللون الحلو. زين أني هسا راح أفتح لكم وحدة وشوفوها طبعا شلون شكلها. صمونة عراقية 100%. شوفوا عيني الطراوة اللي بيها طبعا مو طبيعية والله العظيم، حلوة هيك لينة لينة، لا يابسة ولا صايرة مثل الجلد ولا شي. شوفوها باعوا، شوفوا كلها مستوية باعوا عيني. اكو بنات ولا هم الاكثر طبعا مدحوني بالتعليقات، بس اكو وحدة ظلت تلح تقول لا شنو ما يستوي، يابا ليش ما يستوي؟ اذا قدامكم دا اسويكم يا شنو ما يستوي؟ دا اصوره كله مباشر قدامكم دا تشوفون الطريقة يعني ناجحة 100%. الطريقة اذا ما تنجح عندي نهائيا حتى لو اتعب بيها، والله حتى لو اتعب بيها واشوفها ما ناجحة مو طيبة اصلا ما ابثها ابدا والله العظيم. اشوف الطريقة طيبة او سهلة او حلوة او ناجحة اكيد طبعا جربوها، كلش طيبة وجدا ناجحة وضمان نجاحها راح يكون عليه. يعني انا سويتها هاي نظرا طلباتكم حبايبي، طلبتوا من عندي ولو انا مقدمتها عندي بالقناة موجودة، بس حبيت يعني بالمتابعين اللي عندي على صفحتي على التيك توك هم طلبوها من عندي، فلذلك حبيت اقدمها لهم بناء على طلبهم. ان شاء الله هاي الوصفة تنال رضاكم واعجابكم. طبعا انا هواي اشكر المتابعين على كلامهم اللطيف والكلام الطيب، واهلا وسهلا بهم وكل متابع يعني جديد الي. وان شاء الله هالقناه وان شاء الله هاي الصفحه راح تكون لكم يعني بها فائده تستفادوا من عندها بعض الوصفات وبعض الطبخات. نهايه الفيديو حبايبي، نستودعكم الله في امان الله. باي باي.